أهلا وسهلا بكم. سنتعرف في هذا الفيديو على آخر تطورات النسخة القادمة من توزيعة أوبونتو. النسخة ستحمل رقم 13.04 وسيكون بالتالي إصدارها النهائي في شهر أبريل المقبل. لحد الآن ليس هناك أي نسخة تجريبية رسمية من أو أي إصدار تجريبي رسمي من هذه النسخة، لكن من يريد الترقية للإصدار التجريبي غير الرسمي أي التطورات اليومية للنسخة يمكن ذلك، وسأريكم طريقة الترقية من النسخة 12.10 للنسخة التجريبية التطورات اليومية لأوبونتو 13.04 في آخر هذا الدرس. نبدأ أولا بالتعرف على ما هو الجديد في هذه النسخة القادمة لحد الآن، أي ما هو الجديد لحد الآن. هناك تغييرات على مستوى المظهر، هناك تحسينات، هناك إضافات، وهناك أيضا تغييرات على مستوى الأداء. نبدأ بالنسبة للتغييرات على مستوى المظهر. نلاحظ هنا أيقونة جديدة للوحة الرئيسية، هناك أيقونة جديدة أيضا لمركز برمجية أوبونتو، وأيقونة جديدة لمحدث البرمجيات كان في النسخ السابقة يسمى بمدير التحديثات، في هذه النسخة أصبح يسمى بمحدث البرمجيات. سنتعرف عليه أكثر، أو سنتعرف على التغييرات التي عرفها محدث البرمجيات أكثر فيما بعد. إذا قلنا على مستوى الشكل، تغييرات على مستوى الأيقونات. لو دخلنا للوحة الرئيسية سنجد أيضا تغييرات على مستوى أيقونة العدسات هنا أسفل، تغييرات أيضا على مستوى التأثيرات. حين نضغط يمين على برنامج ما فهناك تحسين بسيط على مستوى التأثيرات التي تظهر بعض الوقت. إذن يمكن التنقل بين البرامج كما في النسخة 12.10، ولكن في الخلفية تلاحظ هنا يظهر أن التنقل يتم بين البرامج. هذا كل ما كان على مستوى اللوحة الرئيسية لحد الآن. إذا تغيرت على مستوى العدسات، تغيرت بسيطة على مستوى التأثيرات. هناك مشكل ألاحظه الآن في اللوحة الرئيسية، وأني حين أضغط على زر أو زر تكبير اللوحة الرئيسية فهي تختفي ولا يتم تكبير اللوحة. إذن هذا عطب يمكن إصلاحه فيما بعد لأن النسخة لا زالت في مراحلها التجريبية. إذن هذا مستوى اللوحة الرئيسية، رأينا الأيقونات والتأثيرات. هناك تغيير أو تحسين على مستوى قائمة المشغلات. هنا لو دخلنا لإعدادات النظام، أنا أستخدم النظام باللغة العربية، لكن بما أن النسخة لازالت في مراحلها التجريبية فليست جميع مكونات النظام معربة. إذا لو دخلنا إلى إعدادات النظام ثم إلى المظهر، تأثيرات المظهر أو إعدادات المظهر، انتقلنا إلى السلوك، نجد هنا إعدادين جديدين وإعداد تفعيل. زر لو فعلت هنا زر إظهار مبدل مساحات العمل، كان هذا الزر موجود في النسخ السابقة لكن لم يكن هناك إمكانية لإخفائه. إذن هنا في هذه النسخة هناك إمكانية لإخفاء هذا الزر، وهناك أيضا إمكانية لإظهار زر إظهار سطح المكتب. إذن يمكنني لو كنت قد فتحت عدة تطبيقات يمكنني من خلال هذا الزر بسهولة إخفاء جميع التطبيقات وإظهار سطح المكتب وإعادة الضغط عليه تعود التطبيقات كما كانت. إذن هنا خيارين جديدين هما إخفاء وإظهار كلا من زري أو أيقونتي مبدل مساحات العمل وإظهار سطح المكتب. على مستوى الإعدادات ليس هناك أي شيء جديد لحد الآن، إعدادات أخرى أعني، ليس هناك أي شيء جديد لحد الآن. تغيير آخر هو على مستوى تأثير تكبير وتصغير النوافذ، لكن ليس التكبير والتصغير العادي على هذا الشكل، وإنما الخاصية التي تتميز بها أوبونتو حين تقوم بجر نافذة إلى جوانب الشاشة. مثلا لو قمت بجرها إلى أعلى، لاحظ هذا التأثير أصبح جديد. نفس الشيء لو قمت بجرها إلى الجوانب، هناك تأثير أيضا في الجهة اليسرى. إذن الخاصية كانت موجودة لكن التأثير جديد. تغيير آخر قلت هو أنه موجود على مستوى محدث البرمجيات.
له أيقونة جديدة كما قلت في أول الفيديو، وله أيضا شكل أو تصميم جديد مختلف نوعا ما عن التصميم السابق. يمكن أن يظل هذا التصميم على هذا الشكل، يمكن أن يعرف تغييرات فيما بعد لأن النسخة كما قلت لا زالت في مراحلها التجريبية. لو أردنا التحديث لهذه النسخة، النسخة التجريبية الغير رسمية من توزيعة أوبونتو 13.04، يمكن إما تحميل التطورات اليومية من موقع أوبونتو، سأعطيكم رابط هذه الصفحة وفيها إمكانية تحميل ملف إيزو لتثبيت النسخة. ومن يستعمل النسخة 12.10 يمكنه الترقية للنسخة التجريبية غير الرسمية عن طريق فتح مدير التحديثات أو محدث البرمجيات عن طريق الضغط على Alt F2 وإدخال هذا الأمر Update Manager مع الخاصية ناقص D لإظهار النسخ التجريبي. سيظهر لكم مدير أو محدث البرمجيات على هذا الشكل، وهنا سيعطيكم إمكانية الترقية لنسخة 13.04. أنا أشتغل رسميا على النسخة 13.04 كنظام رسمي رئيسي بالنسبة لي، لحد الآن لم أواجه أي مشاكل معه، لكن من ليس له الخبرة الكافية للتعامل مع المشاكل أنصحه بالبقاء إما على 12.10 أو 12.04، لأن النسخ التجريبية بطبيعتها تعرف تغييرات ويمكن أن تواجه فيها مشاكل. من له الرغبة في الترقية رغم هذا التحذير يمكنه اتباع الطريقة التي شرحت قبل قليل. إذا كان هذا كل ما يخص النسخة أو كل ما يخص التغييرات أو التطورات التي عرفتها النسخة 13.04 من أوبونتو لحد الآن. نحن في 31 من يناير 2013. نلتقي إن شاء الله في درس قادم. إلى اللقاء.